مزيد من المتابعين ينضم الينا من بروكسل الزميل سلامه عطا الله مراسلنا من هناك. اهلا بك سلامه. اذا هي حزمه جديده من العقوبات التي تفرضها اوروبا على روسيا تتعلق بالقطاعات الاقتصاديه بشكل اساسي. ما هي الكواليس وراء فرض هذه العقوبات؟ ما هي القطاعات التي ترتكز وتركز عليها هذه العقوبات؟ مساء الخير. أولا، تأخر الاتحاد الأوروبي كثيرا لإطلاق هذه العقوبات التي كانت يفترض أن تطلق صباح اليوم في الذكرى الأولى لهذه الحرب، واستمر سفراء الدول الأعضاء للمناقشة حتى وقت متأخر في مفاوضات صعبة للغاية بين الدول الأعضاء. بولندا عطلت الحزمة أو الإعلان المبكر عن الحزمة بسبب الاستثناء لصناعة المطاط الروسية. إيطاليا تريد هذا المطاط، تريد المطاط الروسي لصناعة إطارات السيارات، لكن بولندا تقول بأننا يجب أن نكون أكثر تشدداً وأن لا نمنح أي استثناءات وأن نذهب بعيداً في إيلام روسيا وتجويع آلتها العسكرية. لذلك حاول السفراء أن يجدوا طريقا للوصول، وقد توصلوا في الساعات المتأخرة، بقيت لديهم فقط ساعة واحدة لكي يتجاوزهم هذا الموعد الرمزي ويعلنوا هذه الحزمة العاشرة من العقوبات. بالنسبة لما تستهدف هذه الحزمة، هي بالأساس تستهدف الصناعات العسكرية الروسية، أي تزويد لروسيا بالتكنولوجيا، تقلل من التجارة مع روسيا في صناعات مختلفة وتحديدا التكنولوجيا وكل الأدوات ذات الاستخدام المزدوج مدني وعسكري، وأيضا تركز على الحرس الثوري الإيراني لمساعدته المباشرة لروسيا في هذه الحرب. كما تضيف هذه الحزمة عددا من المؤسسات المالية، تحديدا البنوك، لتصعيب الحوالات المالية من وإلى روسيا. كلها إجراءات تستهدف الاقتصاد الروسي، تستهدف عدم قدرة روسيا على الاستمرار في هذه الحرب والاستمرار في الصناعات، خصوصا وأن لدى الأوروبيين أيضا عجز في الصناعات الدفاعية. لاحظ بأن روسيا تنتج على مدار الساعة كما يقولون هم 3 دوريات في اليوم، على مدار 24 ساعة تنتج قذائف، فيما هم يعانون من ندرة وقلة القذائف التي تحتاجها أوكرانيا، ولذلك يحاولون أن يوازوا هاتين السرعتين بين سرعتهم في الصناعات الدفاعية وبين القدرات الروسية لكي يتفوقوا عليها في النهاية كما يطمحون. اجتماع الناتو في الأسبوع الماضي ربما أقر حزمة من المساعدات العسكرية للناتو، وأيضا أقر مجموعة من الاستثمارات العسكرية وعقود ربما مع مصانع تصنيع أسلحة سواء في دول أوروبا أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. أذهب معك إلى ما يتعلق بالمبادرة الصينية، مبادرة السلام الصينية التي طرحتها في الأمم المتحدة. بدأت ردود الفعل تخرج من الولايات المتحدة ومن روسيا ومن أوكرانيا. هل ثمت رد فعل من الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المبادرة؟ بلا شك، كان طبيعيا بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن يسمحا بأن يكون للصين مبادرة سلام وأن تشكل عليهم ضغط وأن تعزز موقع الصين دوليا. الاتحاد الأوروبي يقول بأن هذا ينسجم مع الموقف الرسمي الصيني ولا يعتبرها مبادرة، يعتبرها مجرد مبادئ تؤسس للموقف الصيني. هذه المبادرة رفضها الاتحاد الأوروبي لأنها لا تصف ما يجري بأنها حرب، تصف ما يجري بأنها أزمة أوكرانية. أيضا الاتحاد الأوروبي يقول بأن الصين قد اتخذت موقفا منحازا مع روسيا منذ البداية، لذلك ليس هناك تفاعلا إيجابيا مع المبادرة الصينية للسلام. الزميل سلامة عطا الله مراسلنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك.